علشان كده عايزين نطمن بشكل كبير جدا على استعدادات الفريق. نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. حضرتك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما اتفضلت وقلت ان النادي الاهلي بيستعد تمريناته من امس، لكن النهارده تمريننا كان في الخميس مساء طبعا استعدادا لبطوله الدوري الممتاز او العوده من مره اخرى للدوري الممتاز يوم 19/10، لكن التمرين غايب عنه اللعيبه الدوليين اذا كان في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، يمكن علي معلول غادر ايضا جمهوريه مصر العربيه طبعا هو اتجه الى تونس، ولكن ديانج موجود في التمرين، جيرارد موجود في التمرين، يمكن عجيه ايضا موجود في التمرين. خليني اقول لك يمكن النهارده مستر تايلر بدا في بعض الاطالات في تمرين اليوم، وبعد كده عمل تقسيمه كبيره على شكل دايره، كان حريص بقى في ضغط واستلام وتسلم من اللاعبين، ويمكن الان يجري امام التقسيمه في اخر المران. التمرين بدا في الخامسه ويمكن بقى لنا ساعه وشويه المران شغال، يمكن اخر فتره في التمرين هي تقسيمه، يمكن مقسم المجموعه اللي موجوده في ارض الملعب يمكن ثلاث مجاميع وبيعمل تقسيمتين خمسه وسط خمسه، ويمكن يتعلق فيها بشده شريف اكرامي وليد سليمان احمد الشيخ محمد محمود العائد من الاصابه بكل قوه، سعد سليمان ايضا العائد من الاصابه، وصالح جمعه النهارده برضه لافت النظر في هذه التقسيمه. خلينا نقول لك ان ليا يمكن لقاء او حديث مع اللاعب حسام عاشور طبعا كابتن النادي الاهلي، نفى نفي شديد موضوع الاعتزال بعد هذا الموسم، قال ما اعرفش الكلام ده بيطلع منين، ما اعرفش الناس بتتكلم ليه على لساني، انا مستمر في الملعب وربنا يقدرني واجيب بطولات اكثر واكثر لي النادي الاهلي. يمكن مستر تايلر حريص يمكن في هذه التقسيمه انه يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان يصلح الاخطاء، والا النهارده في الظهور الاول للاعب النادي الاهلي مروان محسن يمكن يستفيد كده الخطيب مدير الكره كان حريص يقف مع حوالي 10 دقائق يطمئن عليه. يمكن مروان بدا النهارده واحده واحده يمكن يتاهل من جديد بعد اجازه يمكن استمرت حوالي 10 ايام وعبر بسببها طبعا عمليه في الوقت، يمكن وشه لسه في ورم بسيط، نتكلم باذن الله في اسبوعين ويبدا يكون باذن الله ما يغيبش اكثر من اسبوعين ويكون جاهز ويلبس واتجه قناع باذن الله ويبدا يشارك زملائه في استئناف بطوله الدوري. يمكن محمود متولي بقاله ثلاث ايام النهارده اليوم الثالث على التوالي بدا يجري في ارض الملعب الحمد لله، يمكن مفيش زكه يمكن الجري كويس الخشب ما شاء الله كويس، نتكلم باذن الله في 10 ايام ويكون موجود. كريم نتفت ايضا في خلاص في المحطات الاخيره او في اخر محطه للتاهيل، وباذن الله برضه تتكلم من اسبوع او اسبوعين بكثير باذن الله ويكون موجود في الملعب. يمكن السوليه طبعا عرض الاشاعه بالامس على الدكتور خالد محمود، واليوم هو في منتخب مصر بيعرض الاشاعه على دكتور منتخب مصر، طبعا السوليه الايام القادمه هيتاهل مع النادي الاهلي. خليني اقول لك يمكن في شفت اجهزه جديده او معدات جديده موجوده في استاد الفيتش، يمكن سالت عليها قالوا لي فعلا هنا مجلس الاداره استخدم احدث الاجهزه يمكن الات واجهزه لتحسين مستوى ارضيه البيتش ومعدات جديده باذن الله يكون القادم افضل في الملعب البيتش. على الجانب الاخر مران حراسه المرمى يمكن شريف اكرامي علي لطفي احمد طارق، النهارده شفنا مدرب الحراس عامل ساتر كده او زي حيطه ومن خلفها الهياكل وبدا يعمل رد فعل عشان الحارس يقدر يعني يتعامل مع هذه الفرص في رد فعل اذا كان خارج اتجاهها او ما يكونش شايف الكره هتتشاط عليه، فتعلق في الثلاثي شريف اكرامي علي لطفي احمد طارق. خلينا اقول لك ان الاهلي هيتمرن حتى يوم الخميس في الخامسه مساء، ويوم الجمعه والسبت هيكونوا اجازه، يوم الاحد هيعود التدريبات مره اخرى، يوم الاثنين باذن الله هيكون في مباراه وديه قبل استئناف الدوري. دي كل ابرز اجواء تمرين النادي الاهلي اللي بيقاموا لسه مستمر الى الان. جميل امير لو عندك اي استفسار انا معاك. المباراه الوديه يا شريف اتحدد هتكون مع مين ولا لسه؟ لا لسه النادي الاهلي ما اعلنش هتكون مع مين، ولكن يعني هم بيتكلموا على ثلاث اربع انديه، ولكن الى الان لم يستقروا على اسم النادي اللي هيكون موجود في ملعب الكيتش يوم الاثنين باذن الله. طيب هل هيتم الاستعانه ببعض اللاعبين من قطاع ناشئي النادي الاهلي لسد العجز العددي بالتحديد في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين في المنتخب؟ الهدف من هذه المباراه طبعا تجهيز ساعد، انا بتكلم بشكل عام مش عن المباراه بس بعض اللاعبين ولكن موجود بالفعل، موجود العربي بدري موجود في التمرين، منعم الكتبات موجود في التمرين، عمار موجود في التمرين، يعني كان موجود يعني في بعض من لاعبي القطاع الناشئين موجود احمد طارق الحارس الواعد، يمكن
في لعيبه كثيره موجوده من قطاع الناشئين، ولكن الى الان لسه ما طلعش قرار اذا كان هيكمل العدد في لاعبين في قطاع الناشئين ولا لا، ولكن الهدف من هذه المباراه طبعا هو تجهيز محمد محمود وسعد كبير وبعض اللاعبين علشان خاطر يخش في المباراه بسرعه. النهارده محمد محمود ما شاء الله وسعد كبير بيتالقوا في التقسيمه، ربنا يقسمهم كده يا رب ويبقى اضافه كثيره للنادي الاهلي الفتره المقبله. فرص لحاقل سلية ومتولي من مباراه القمه يا شريف. باذن الله السوليه باذن الله موجود في مباراه القمه. انا من وجهه نظري ومن اللي شايفه محمود متولي باذن الله، محمود متولي موجود باذن الله في مباراه القمه. اذا الفرص كبيره بالنسبه للاثنين ان هم يلحقوا هذه المباراه ان شاء الله. قوية جدا باذن الله، وباذن الله النادي الاهلي يدخل هذا اللقاء ومعاه كمان سعد سمير ومعاه محمد محمود كل يبقى جاهز، يبقى تحت امر مستر فايلر يختار من الاصلح للعب هذه المباراه. وربنا يحمي ان شاء الله لاعبي المنتخبات المختلفه، لاعبي النادي الاهلي في المنتخبات يعني من الاصابه، عشان الامور تبقى ايه لائقه بنسبه 100% ان شاء الله يا شريف. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، واللي متواجد في هذه اللحظات بمقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد استاد مختار التتش بيتابع تدريب الفريق النهارده.